وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا. والحقيقة أعظم أنواع الفساد أن تفسد العقيدة، أن تفسد دين الإنسان، أن تعلقه بأوهام ما أنزل الله بها من سلطان، أن تعلقه بتأويل غير صحيح لآيات الله، أن تأتيه بقصص لا أصل لها في الدين، أن تأتيه بقيم رفضها الإسلام. لذلك لو استمعت إلى منافق كل كلامه غلط، كلامه، منطلقاته، أهدافه، اعتماداته، أدلته كلها غلط، ليست دينية، ليست مشروعة. يأخذ من هذا كلمة ومن هذا كلمة ومن هذا تعليق ومن هذا حكمة ومن هذا مقياس وبلا ضوابط. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يركب رأسه ويصم أذنيه عن سماع التوجيه الصحيح. فيا أيها الإخوة، حركة المنافق حركة فساد، حركة إيقاع بين الناس، حركة تقطيع علاقات، حركة قطع ما أمر الله به أن يوصل، حركة تغيير معالم الشيء. الله عز وجل وصف الكفار بوصف معجز، قال: يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. فلذلك أحد أكبر صفات المؤمن الإصلاح، يصلحون إذا فسد الناس. أحباب النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يصلحون إذا فسد الناس. يعني إذا سألتني عن صفة أساسية للمؤمن، الإصلاح، التوفيق، التقريب، الجمع، النصيحة، الرحمة، الإنصاف، العدل. إن سألتني عن صفة أساسية في حياة المنافق، الإفساد. طبعاً تحت غطاء إنه نحن فرضاً نعمل نادي قمار مكلف 50-60 مليون، بدر دخل كبير علينا. الإله هو المال، فأي شيء بيجلب المال بذهنه إصلاح. مصلحة مبنية على المعصية بيقول لك هي رايجة هلأ يا أخي، يعني ببدل مصلحته فوراً إلى مصلحة أو إلى حرفة أساسها الإفساد، إفساد الشباب. يقول لك هي أربح، العمل مو عبادة، بتلبسها كمان، بتكون حرفته كلها غلط، كلها فساد، بيعد العمل عبادة. فقضية الفساد يعني صفة جامعة مانعة للمنافق، حتى في بيته، حتى في تبذله في البيت، حتى في إلقاء نظراته، نظراته خبيثة، ثيابه بعيدة عن الحشمة، امرأة كانت أو رجلاً. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هو يرى الصلاح بكسب المال، يرى الصلاح بتحقيق المتع. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. طبعاً لا يشعر، هو في أعماقه يشعر أنه فاسد، ولكن لا يشعر أن هذا العمل له آثار قد لا تخطر في باله. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يعني فرضاً من باب الجدل، لو أن إنسان أفسد فتاة يشعر أنه أفسدها وأخرجها عن طبيعتها وعن قوامها الذي أراده الله لها، هي زوجة، زوجة طاهرة تنجب أولاد، فلذة أكبادها، فلما أفسدها أخرجها عن طبيعتها وجعلها تمتهن الانحراف. هو لا يشعر أنه بعد 100 عام قد يأتي من نسلها 100 ألف، 100 ألف فتاة فاسدة كلها في صحيفة هذا الذي أفسد الأولى. هذا معنى قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. لو اطلع الإنسان على الآثار الوبيلة التي يتركها عمله لارتعدت فرائصه، كل هذا محاسب عليه. الإنسان أحيانا يسن سنة سيئة
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.